نحب نرحب بالمهندس معتز الصحن رئيس مجلس إدارة نادي الطليعة، والأستاذ محمد الراشد إداري فريق الرجال لكرة القدم، والكابتن بشار سرور المدير الفني لفريق الرجال، والكابتن صلاح خميس كابتن الفريق. طبعاً اليوم مؤتمرنا بده يحكي عن شرح للمرحلة الاستعداد الفريق بحال توقف الدوري، والكلمة الآن مع الأستاذ معتز الصحن يحكي لنا عن الأمور الإدارية والفنية بالأفضل الإدارية بالفريق. أستاذ معتز قطر، أهلا وسهلا فيكم. بداية أنا برحب فيكم بنادي الطليعة بوسائل الإعلام كافة المقروءة والمرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي. نحن دائما بنحب نتواصل مع الإعلام لحتى نكون قريبين من جمهورنا. نحن بنحكي بالبداية، نحن بدأنا بتحضير فريق كرة القدم بالتعاقد مع الكابتن فراس أشوش خلال 3 مراحل من الدوري. طبعا بعد مباراة المجد المرحلة الثالثة ارتأت إدارة نادي الطليعة احداث تغيير بالكادر الفني للفريق. طبعا كان عندنا نحن مجموعة من الخيارات من المدربين المطروحين على الساحة المحلية او حتى نتواصل مع مدربين من خارج سوريا، لكن كانت ثقتنا الكبيرة واختيارنا بعد دراسة عدة ملفات للكابتن بشار سرور اللي هو ابن نادي حطين واللي بنعتز فيه. نحن بنعتز بنادي حطين، نادي الغالي على قلبنا واللي بتجمعه دائما صداقة مع نادي الطليعة. اختيار الكابتن بشار سرور ليقود الدفة الفنية للفريق خلال المرحلة المتبقية كانت من عمر الدوري، وكمال مرحلة الذهاب وكمال مرحلة الإياب، وإن شاء الله يكمل معنا. نحن بنتمنى، نحن ودائما حكينا مع الكابتن بشار إنه هو نحن صار واحد من نادي الطليعة وابن نادي الطليعة ويبقى معنا فترة طويلة، ونكون فعلا مثل الأندية العالمية إنه يكون مدرب الفريق لمدة عشرات السنوات، يبقى مع الفريق ويأسس لمرحلة قادمة. طبعا أنا الأمور الفنية والتطورات الفنية والحركة الفنية اللي صارت بالفريق الأقدر على شرحها لكم لوسائل الإعلام هو الكابتن بشار. نحن بمرحلة كتير كويسة، نحن إداريا مستحقات اللاعبين كاملة للدفعة الأولى من المرحلة الأولى كانت مسددة كاملة، وأمور مرتاحين ماديا اللاعبين. الأمور الفنية هي بقيادة المدير الفني هو اللي بيحكي عليها. شكرا لكم. هلأ أنا لكون معك صريح صدقا، من العام الماضي كان أحد الخيارات لإلنا هو الكابتن بشار. كان في له ارتباطات كابتن بشار مع منتخب سوريا بعدتات، كان مرتبط مع المنتخب السوري، ما قدرنا نكون قريبين لبعض، ولكن الكابتن بشار كان دائما قريب لإلنا. الكابتن بشار هو من المدربين الشباب اللي بيمتاز باندفاعه، بيمتاز بفكر حديث اللي بدنا نطبقه، بيمتاز بانضباطية عالية، ونحن هي اللي بنحبها بنادي الطليعة. يعني خلال نحن فترة طويلة كنا دائما نتعايش مع موضوع المدربين اللي بيمتازوا بالانضباطية، نحن بنحب هذا الوضع. لاعبيننا بيمتازوا بأنه اللاعبين جيدين، بيحبوا يسمعوا كلام المدرب، يعني ما بدنا نقول مطيعين يعني الكلمة لو أنه، ولكن هن محترفين بيتعاملوا مع المدرب احترافية عالية. فهذا أحد أسباب الرئيسية لاختيار الكابتن بشار، إضافة لشخصيته المحببة لقلبي. يعني أنا كابتن بشار تجمعني صداقة قديمة فيها، وأنا فعلا بحبه من وقت ما كان لاعب. هلا نحن ما بنسميه إقالة، نحن دائما بنطمح أنه يكون العمل احترافي، بنطمح أنه نحن نوصل للكمال. وكل إنسان يعني اليوم الإنسان ببيته أولاده مثلاً بيريد ابنه دائماً يدرس طب، مثلاً يدرس طب أسنان، فدائماً بيحب يتوق للأفضل. الكابتن أبو باسل نحن بنعتز فيه كادر من كوادرنا، ونحن ما تخلينا موجود بمكان آخر بالنادي، ولكن دائماً نحن نتمنى أنه نوصل لموضوع احترافي أكبر، نجدد شوي بدم الفريق، نجدد بآلية التعامل. فكان اختيارنا نحن للكابتن محمد. ايضا برجع بقول لك اليوم في توجه دائما الحمد لله بكل مناحي الدوله السوريه، بكل مناحي الوطن، انه نتجه للعنصر الشبابي. فنحن عم نحاول ان نكون قريبين
لروح الشباب. والكابتن محمد يعني من الناس اللي نحن منلاقيها بتمتاز بالعمل الاحترافي. بالنهاية أنا بتشكركم، بتشكر كل وسائل الإعلام اللي اجت وحضرت وأغنت هذا المؤتمر. طبعا هذا ما هو أول مؤتمر وهو الأخير، راح يكون في مؤتمرات دائمة بكل حالة تتطلبها، بنوضع جمهورنا العزيز والغالي ووسائل الإعلام بكل التطورات. بتشكر الكادر الفني اللي إن شاء الله نحن متوسمين إنه راح يرجع البسمة لنادينا، واللي نحن هيك بعدنا شوي عنا نرجع لأفراح البطولة العربية، لمسيرات الفرح اللي كانت بشوارع حما. صدقوني أنا بإذن الله متوقع يعني إن شاء الله بعد أول فوز راح تلاقي الناس من الملعب لساحة العاصمة مثل ما كانت دائما بجمهور الطليعة الكبير، بوجود هالوجوه النيرة. الكابتن بشار اللي برجع بقول لك هو أخ عزيز علينا وغالي، واللاعبين الكابتن صلاح اللي أنا يعني أنا وياه صرنا مع النادي والفريق أكثر من 20 سنة مع بعض بالفريق. إن شاء الله هذا الفرح قادم بإذن الله. أنا إلي طلب واحد بس من جمهورنا عبر صفحتنا وعبر بثنا اليوم، إنه نحن نكون موجودين بكثافة بمباراة الكرامة. اليوم نحن جمهورنا النادي قدمت الإدارة كل الإمكانيات الممكن تقدمها، الكادر الفني قدم عرق وتعب وجهد، اللاعبين قدموا كل شيء عندهم وواعدين يقدموا أكبر. بقي نحن عم ننتظر من الجمهور إنه يكون موجود بكثافة في مباراة الكرامة، يرجع نشوف ملعب حما مليان كاملا، مدرجاتنا ممتلئة على الآخر. لا بالنهاية إن شاء الله يكون الفرح للجميع، ونطلع كلياتنا بمسيرات الفرح، ويرجعوا هاللاعبين ينشالوا على الكتاف بإذن الله، ونقدم 3 نقاط غاليات لنادينا، ونستمر بإذن الله بالفوز لنرتقي للمراحل اللي حددها الكابتن، واللي نحن قال إنه نحن بالبداية بدنا نكمل وما بنرضى غير نكون من ضمن الفرق الأقوياء بسوريا بإذن الله. شكرا لكم.